تنطلق غدا الجمعة البطولة الآسيوية 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي يستضيفها نادي القادسية الكويتي، وتقام منافساتها بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري. ويشارك في البطولة الآسيوية لليد للأندية 12 ناديا، وزعت على مجموعتين تضم الأولى أندية النجم البحريني حامل اللقب، والكويت الكويتي والغراف القطري والخليج السعودي والصلاح الفلسطيني والنصر الذهبي الهندي. وتضم المجموعة الثانية أندية القادسية الكويتي وساي الهندي والعربي القطري والجيش العراقي وشباب صيدا اللبناني والشارجة الإماراتي.